السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة موقع موثوقة. سابقا شرحنا هذا الموقع يا شباب، الموقع ممتاز جدا، هو عبارة عن موقع لشركات اسمها بي فور يو موجودة في ماليزيا. الموقع بيتحرك كل الأشكال، هنا الفتاوي الشرعية الخاصة بالموقع. الموقع يعتبر شرعي وله كيان مادي موجود في عدة دول. هذا هو الموقع الخاص به، لهم رؤية خاصة إلى الوصول إلى الجميع، تحقيق الحرية المالية للجميع، الاستثمار من أي دولة أردت. مؤمنة، الشركة مؤمنة ومربحة وسهلة الاستخدام، ليست مجرد محفظة ولكنها استبدال سهل كما كذلك للعملات. يمكنك أن تكسب عن طريق إعادة إحالة أصدقائك وعائلتك بشكل يومي يا شباب، بشكل يومي، الأرباح بشكل يومي. موقع ممتاز، أكثر من ممتاز. خلال خبرتي السابقة جربت أكثر من تقريبا 50 إلى 60 موقع، هذا الموقع من أفضل المواقع. هنا لديه جدول للتعليم، وهنا للتداول، هذه هي الخاصة بالشركة. هناك لديهم تداول ولديهم استثمار عقارية واستثمار في تكنولوجيا المعلومات. هذا هو مخطط الربح اليومي. هنا الترقيات، هنا الإيرادات أو التبادل، أو عفوا الإيداع والسحب عبر الفيزا كارد أو الماستر كارد أو الإكسبريس أو أي عملة إلكترونية أخرى. هنا الودائع الحديثة الجارية، هنا ودائع بالدولار، وهنا عملية السحب بالدولار، وهنا عملية المبيعات الموجودة لديهم. هنا خطط الاستثمار الخاصة بهم، أقل خطة استثمارية عبارة عن 50 دولار. الأرباح في اليوم تقريبا في السطر الأول، لا عفوا، الأرباح توصل ما بين 7 إلى 20% خلال الشهر، ولديك أرباح يومية من مكافأة الإيداع من الدرجة الأولى. إذا أودع شخص لديك 3% من كل يوم من الإيداع الخاص به، وهذه هي الميزة الخاصة بالموقع. وهنا عدة إيداعات مع ملاحظة أن دولة باكستان فقط الحد الأدنى لها هي 710 دولار، بقية الدول بإمكانك الاستثمار من 50 دولار للباقة الواحدة. هذه هي الخاصة بالشركة، التعليم، انطلاق رسمي في تايلاند. هنا الاتصال الخاص بي أو عناوين المكاتب الخاصة بهم. طريقة التسجيل هي سهلة جدا، هذه هي طريقة التسجيل من هنا نفس أي موقع. وهنا الأحداث الخاصة بهم، وهنا الفتاوي الشرعية الخاصة بهم. داخل الموقع بعد أن تقوم بالتسجيل، هذا هي الخاص بالموقع، هذا الداشبورد الخاص، وهذا الكاش بوكس الخاص بك، وهنا الديبوزيت إذا كانت لديك أي إيداعات، وهنا الويذر السحب، وهنا الريفرر الخاص بك إذا أردت دعوة أشخاص للاستثمار عبر هذا الموقع. الموقع صراحة ممتاز جدا، بيعطيك أرباح ممتازة على حسب الفريق الذي ستكونه. أقل إيداع هو عبارة عن 50 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الرقمية التالية. لديه أكثر من عملة، مثلا إذا أردت أن تودع ليست هناك شروط، مثلا عندك موقع أي ماركت كاب أو غيرها من المواقع الاستثمارية بتشترط عليك بعض الشروط، أو بتكون مواقع ربوية أو مواقع نصابة. هذا الموقع عبارة عن موقع لشركة إسلامية تعتمد نظام المفهوم الإسلامي في مبدأ تقاسم الربح والخسارة، وعادة ما يكون أرباح نتيجة الخبراء الكبار في عملية التداول. الأرباح توصلك شهريا ما بين 7 إلى 20%، ويتم يوميا تضاف إلى حسابك بشكل يومي. هناك المواقع التي شرحناها بالسابق، إما أن تكون لها فترة معينة ثم تنصب، أو أنها تحدد أرباح محددة. وخروجا من شبهة الربا وحولها، أفضل هذا الموقع. هنا إذا أردت الإيداع تقريبا، هذه هي العملات الخاصة بالموقع، هي عبارة عن الدولار، والعملة الخاصة بالموقع RSC، لديهم عملة خاصة بهم، والتداول على بعض المنصات تقريبا المنصة الخاصة بهم بإمكانكم البحث عليها. وهنا BTC، البيتكوين، الإيثريوم، البيتكوين كاش، اللايتكوين، الـ XRP، الداش، الزيت كاش. إذن
إذن سبع عملات إضافة إلى العملة الخاصة بهم والدولار. من هنا تحدد إذا كان لديك إيداع جديد أو غيره، وهنا تحدد العملة التي تريد الإيداع بها، سبقا شرحناها. وهنا تقوم بإيداع المبلغ، أقل مبلغ هو عبارة عن 50 دولار. مثلا إذا أردت الإيداع قم بإيداع 100 أو ما يقابلها أو غيرها. بعد عملية الإيداع، الإيداع نفسه بقية المواقع، تقوم بالتواصل مع الإدارة الخاصة بهم، سيعطوك الرقم أو الإيميل الخاص بالتواصل، متجاوب جدا. هذه هي لوحة التحكم الخاص بك. إذا لم يكن لديك إيداع أو من دولة أنت من اليمن أو من العراق أو من سوريا أو من مصر، فتواصل معنا وسنعطيك أحد الأعضاء للتواصل معهم للإيداع وتحويلها عبر أي صراف أو حوالة ويسترون أو غيرها لأي عملة رقمية. ما عليك إلا أن تحدد العملة الرقمية التي تريد الاستثمار بها، وأقل مبلغ هو 5 دولار. لكن إذا أردت السحب الشهري، إذا أردت مرتب أو سحب شهري قدره هنا السحب يكون 40 دولار. حد السحب هو 40 دولار. إذا أردت الوصول لها شهريا عليك إيداع 400 دولار. وهي الخطة المثالية، وهي الخطة المثالية بحيث أن 5 أشهر و6 أشهر تعيد رأس مالك. هنا البونص اليومي الخاص من الحالات الخاصة بفريقك. مثلا لدينا مستثمر، طبعا هذا الحساب الثاني لي، يوجد حساب أعلى من هذا الحساب. هنا الدولة يحدد لك الدولة الخاصة بك، نقوم بتحديث الموقع. هنا يعطيك، هذا هو نسبة الأرباح، الأرباح يوميا يا شباب، الأرباح يوميا. مثلا هنا أرباح لحالة 1.5، وكل يوم يعطيك نسبة 3% من هذا الإيداع. كل يوم يعطيك نسبة مئوية خاصة بالإيداع. ستتراكم معك حتى 40 دولار، ثم تقوم بعملية السحب. الموقع مضمون بإذن الله، له أكثر فترة يمكنكم الرجوع إلى التفاصيل الخاص بهم هنا والفتاوى والتسجيلات، أو العودة إلينا وسنوضح لك بقية الأمور التي تريد الاستفسار إليها. هذا ما أردت توضيحه. السلام عليكم ورحمة الله. ابتعد عن بقية المواقع، وأنصحكم بهذا الموقع لمن أراد الاستثمار الشرعي والحقيقي. دمتم في رعاية الله وحفظه.